انطلقت أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته 33 برئاسة وزير العدل الإماراتي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يناقش هذا الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من القضايا، من أبرزها مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن توحيد التشريعات العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.